إلى استاد السويس الجديد مع زملائي الأعزاء عمرو نبيل وعمرو مختار قبل انطلاق هذه المباراة، مباراة الداخلية والزمالك في رسم الجولة 29. هبدأ مع زميلي العزيز عمرو نبيل وأجواء الداخلية وماذا يريد الداخلية من هذا اللقاء وهو في موقف صعب في الدوري المصري الممتاز. اهلا وسهلا مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، جوله جديده من جولات الدوري المصري هنا من عروس البحر الاحمر محافظه السويس وبالتحديد في استاد السويس الجديد الذي يحتضن مباراه هامه في الاسبوع رقم 29 من بطوله الدوري المصري ما بين فريقي الداخليه ونادي الزمالك. نادي الداخليه بقياده مديره الفني كابتن تامر طبعا يدخل هذه المباراه وهو يحتاج الى نتيجه ايجابيه، ودي طبعا كانت التعليمات اللي الكابتن علاء عبد العال طوال الايام الماضيه وفي مران بالامس اللي قاده طبعا فريق الداخليه بقياده الكابتن علاء عبد العال هنا في استاد السويس وطالب اللاعبين بتحقيق نتيجه ايجابيه واللعب على يعني العوده بنقاط مهمه في هذه المباراه. يمكن كابتن تامر فريق الداخليه النهارده يمكن تشكيله الكابتن علاء عبد العال النهارده بيفاجئ نادي الزمالك باللعب الاثنين راس حربه علي الزهدي واللاعب عبد الرحمن البنوب. يمكن كمان فريق الداخليه النهارده يمتلك العديد من العناصر المؤثره في تشكيلته ابرزها طبعا سمير فكري الجناح الايسر الذي سجل 7 اهداف. يمكن يدخل كمان هذه المباراه ويفتقد العديد من العناصر المؤثره في تشكيله فريق الداخليه ابرزها طبعا الان كيمبادي اللاعب المحوري سواء في قلب الدفاع او في الظهير الايمن الذي يغيب عن هذه المباراه بسبب تعرضه للاصابه في مران الامس الذي اقيم في استاد السويس. يمكن هناك دعم كبير من قبل مسؤولي ومجلس اداره نادي الداخليه من اجل طبعا مرور الفريق وعبور الفريق لهذا عنق الزجاجه طبعا في ظل تواجد الفريق في المركز 16 برصيد 27 نقطه. كابتن تامر يمكن دي كل الاخبار والكواليس الخاصه بفريق الداخليه، لان العوده لك ومشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس. تفضل. شكرا لك الزميل العزيز عمرو نبيل. منه للزميل العزيز عمرو مختار واجواء نادي الزمالك قبل هذا اللقاء المهم وتشكيله اسره في هذا اللقاء. زميلي عمرو لك الكلمه تفضل. من استاد السويس الجديد برحب بيك كابتن تامر، برحب بضيوفك الكرام ومشاهدينا الكرام. ما يخص نادي الزمالك، يمكن فريق نادي الزمالك وصل الاستاد حوالي الساعه 8 الا ربع، يمكن حرص جميع اللاعبين ايضا بالمدير الفني الى نزول الى ارضيه هذا الاستاد. يمكن بعد مغادره الملعب اللاعبه توجهت على طول الى المسجد لاداء صلاه المغرب. اللاعبه نزلت هنا الماتش من الملعب من حوالي مثلا ثلث ساعه لاجراء عمليه الاحماء. الزمالك بعد مباراة أسوان مباشرة خد راحة سلبية يوم الجمعة، يمكن استهل تدريباته يوم السبت. يوم الحد على طول كان القائمة أعلنها بعد التمرين اللي أجرى حوالي الساعة 5 مساء في ميت عقبة. انطلق الزمالك إلى معسكر مغلق إلى السويس. كان مستر أوسير يؤكد على اللاعبين إن المباراة مش سهلة، المباراة صعبة جدا. فريق نادي الداخلية فريق عنيد، خاصة إن هو اتعادل أمام المصري في آخر اللحظات. المدير الفني عمل حاجتين، يعني حاجتين، هو شاهد مباراة الداخلية مع المصر وأيضا مباراة الزمالك مع أسوان للوقوف على الإيجابيات والسلبيات. هو قال للاعيبته إيه في المحاضرة النهاردة؟ قال لهم أنا راجل بحب اللعيبة اللي هيطبق فكري في الملعب، اللعيب اللي بيطور من نفسه هيكون موجود داخل قائمة نادي الزمالك، بدليل النهارده لأول مرة دخول عبد الله محمد، هو ناشئ من مواليد 2003 يمكن أول مرة يخش في بطولة الدوري. قال لهم اللعيب اللي أيا كان، هو أنت صغير أنت كبير، هتنفذ الفكر بتاعي أنا هتكون معايا وهيكون ليك مكان داخل القلعة البيضاء. يدير المباراة تحكيميا النهارده كابتن محمود البنا. درجات الحرارة أكثر من رائعة، يمكن 19 درجة مئوية هنا في استاد السويس الجديد. عودة ليك زميل عزيز تامر صار واستكمال باقي فقرات استوديو التحليل.